السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم خوت خواتات، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبقالكم الفيديو أحسن الأحوال إن شاء الله. اليوم معنا ثلاجة، وهذا هذا اللي غادي نعدوه اليوم، هذه العملية اللي غنديروها إن شاء الله كتطبق على أي ثلاجة كما كان النوع ديالها. المشكلة ديال الثلاجة هي فيها سدد أو أوساخ داخل الانستالاسيون أو داخل الأنابيب ديال الثلاجة ديالنا. كما كتعرفوا باش نصفيو الانستالاسيون ديالنا خاص ضروري تكون عندنا ايرفاندو، غاز ايرفاندو او جوبيتر او نيتروجين. اذا ما كانش وما كانش ايرفاندو، الحل سهل، هو جوبيتر، ليسان جوبيتر هو هذا، الثمن ديالو رخيص كيعمل 15 دراهم. والطريقه ان شاء الله غادي نوريكم دابا شنو كنحتاجو وكيفاش غادي نديرو باش نصفيو لاستالاسيون ديالنا. كاين كما كتلاحظوا معنا الشبكة، وكاين لاستالاسيون ديالنا هو هذا الروتور والكابيلر. غادي نهضروا دابا على استالاسيون او الكوندنسور. كما كتلاحظوا معنا عندنا جوج الاطراف ديالو، الطوبو ديال الدخله والخارجه، يعني هنا كيكون فلتر كنحيدو الفلتر، وهذا كنحيدوه من الكومبريسور ديالنا او الموتور، وكنكون فيه واحد الفالف بحال هذه، هي مركبه هنا، وكنركبوا فيه الفليكسيبل. كما كتلاحظوا معايا غادي نبداو فليكسيبل كنركبوا هنا، والفليكسيبل اللي كيتركب هنا كنركبوها فهاد القنينه هذه اللي غادي نشرح لكم كيفاش الطريقه ديالها كيفاش كتخدم. والراجع من هاد الجهه هذه كيدخل المانومتر، من المانومتر كيمشي للكومبريسور اللي غادي ندفعوا به او نعملوا به الضغط ديال الهواء الكوندنسر. الطريقه كيفاش كيخدم هادشي، هذا الموتور ملي كنديروا له الضو كياسبيري الريح من الفالف هنا، كيدفعنا الريح هنا، كيمشي للمانومتر باش كيعطينا الضغط ديال الهواء اللي دخل، ومن بعد كيدخل القرعه او القنينه ديالنا. هاد القنينه هادي يعني يمكن لكم تصنعوها اي قنينه ديال الحديد. هادي كانت عندي شاليم وكنكوي بها الخوت، طوبو الانكار كيهبط حتى للقاع، كيبقى واحد نص سنتيم عالي على القاع على الاسفل باش ما يتسدش، يعني يبقى واحد شويه الفراغ. وهنا كنثقبو ثقبه وكنديرو طوبو ديال الانكار او الفالف، فالف هنا جوج الفالفات، نشارجيو ليكيد ديالنا من هنا، كبو ليكيد ديالنا هذا اللي هو جوبيتر اللي كنعمرو جوبيتر ديالنا كميه اللي بغينا. من بعد كنركبو هاد فليكسيبل اللي فيه البريسيون اللي خارج منه بريسيون، كنركبوها هنا في الموطع اللي شارجينا منه، باش ملي كنضغطوا الهواء هنا كيضغطنا على ديك الجوبيتر اللي كاين في الاسفل باش يقدر يطلع من هاد التوبو هذا. ملي كيطلع من هاد التوبو هذا كيطلع بواحد القوه، ومن بعد كيدوز لنا لاستالاسيون ديالنا وكيخرج من هاد التوبو هذا. وغادي نوريكم الطريقه ان شاء الله كيفاش كيخدم هادشي هذا. متنساوش انكم تشتركوا في القناه حيت غتستافدوا بزاف من القناه هذه، واللايك ديالكم والاشتراك كيدعمنا وكيخلينا نزيدو نستمروا في تنزيل الفيديوهات وما ندخلوا عليكم في حتى شي معلومه ان شاء الله. بقاو مع التكمل ديال الفيديو. كما قلت لكم الخوت، ملي كنعملوا الجوبيتر ديالنا كنركبوا هاد الفليكسيبل هذا اللي ماجي من المانومتر، ومن المانومتر ماجي من الموتور، يعني من كومبريسور من المانومتر. المانومتر غادي يدخل القرعه او القنينه، غيضغط هاد الريح اللي دخل هنا على ليكيد اللي كاين في القاع، باش ديك ليكيد غيجبر هاد الفتحه هادي اللي كاينه في هاد التوبو هذا وغيطلع منه. ومن بعد غيدوزنا لاستالاسيون وغيخرج لنا القنينه، وغادي نشوفوا الكميه اللي غتخرج هنا واللون ديال جوبيتر كيفاش غيتبدل ملي غيدوز في لاستالاسيون. هذه هي الطريقه اللي كنعبئوا بها القنينه ديالنا، تقدر تعدل اي طريقه من عندك، ضروري خصو يبقى هاد الجهه هادي مفتوحه باش ما يوقعش الضغط ديال الهواء داخل. كنملؤوا القنينه وكنحاولوا اننا ما نملؤهاش حتى للراس، يعني دائما تكون واحد شويه باش يبقى المطع ديال الهواء
باش تضغط ويخرج لنا النهن. كما غتلاحظوا معايا دابا غادي نديروا الضو ونشوفوا جوبيتر اللي غيخرج. كما كتلاحظوا جوبيتر كيخرج كيخرج معاه جميع الزيوت اللي كاينه داخل الانستالاسيون والاوساخ، وهاد العمليه كتكرر حتى كنلاحظوا ان جوبيتر اللون ديالو بدا كيولي صفر خفيف، يعني ماشي بهذا اللون، هذا هذا اللون هذا كيتسمى الانستالاسيون ديالنا باقي موسخ، تيولي جوبي ديالنا شفاف، ما غيوليش بياض كما كان ولكن غيكون فيه شويه صفوره. هكذاك غادي نعرفوا بان الانستالاسيون ديالنا تصفى مزيان. غادي نخليو الموتور هكذا واحد ربع ساعه ونديرو هاد القضيه هادي بحال هيدا، نقهرو التوبو ديالنا ونخليو الضغط يطلع في المانومتر ديالنا باش يخرجنا ديك بقايا جوبيتر اللي باقي اللي ما بقى يخرج والو، ونخليو الموتور خدام واحد شويه باش اذا كان باقي شي جوبيتر في هاد البلايص بحال هادو ما طلعوش، او ما طلعش ديك جوبيتر وبقى في هاد الكربات بحال هادو، يعني ديك الهواء اللي غيدوز وغادي يخرج غادي يتبخر معاه. وهذا هو الفيديو ديالنا اخوتي، نتمنى انكم تكونوا استفدتم هذا الفيديو، وما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناة، والى الفيديو القادم ان شاء الله، والسلام عليكم. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.